دابا غادي ندوزو للجروبمون فونكسيونيل اللي هو النيتريل. بالنسبة للنيتريل غادي نخدمو الحالات بثلاثة اللي فيه. غنبداو بالكا ام اللي كيكون في الشين لينيا. ناخدو مثلا مثال، بالنسبة للنيتريل راه كيكون عندي كربون دير لي تريبل ليزون مع لازوت مع ان، متفقين؟ واخ تبع معايا، ناخدو واحد مثال، نبداو بالكا ام. اذا كان في الشين لينيا مثلا هاد كومبوزي هذا اللي هو سي تريبل ليزون ان، تبع معايا هنا هاد الكومبوزي شنو كيتسمى؟ هذا هو النيتريل. دونك الا بغيت نحدد انا لا شين برينسيبال شنو كان، لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الجروب مون فونكسيونيل، ها هو الجروب مون فونكسيونيل اللي عندي. من بعد لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي زان ساتوراسيون ما عنديش، لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون، لاتوم دو كربون. دونك هادي هي الشين برينسيبال. حتى هنا غادي نكون حددت السلسله الرئيسيه. دابا غنمشيو لليزانديس، لانديس دو بليبا وجروب مون فونكسيونيل، ها هو الجروب مون فونكسيونيل غنعطيه واحد. دونك صافي اوتوماتيكمون الترقيم غادي يبدا من هنا، ما كيبقاوش شي منقبات اللي غادي يجيو من ورا، حيت هذا بين لي الطريق فين اللي غادي تكون. ما يكون ما عندكش اختيارات باش تدوز، يمشى كدوز الشارع الثاني حتى كيكون عندك اختيارات. في هذه الحاله ما عندي حتى شي اختيار، عندي غير طريق وحده. دونك غنبدا من هنا، جوج ثلاثه اربعه. دابا غادي نجي غادي نعطي الاسم ديال هذا الكومبوزي. كيفاش كيتسمى ملي كتكون الشين لينيا؟ كتكتب داك الغاديكال اللي عندك، يعني ديك الفونكسيون ولا الشين برينسيبال يونيتي ستراكشرال فوندامونتال سيفيكس اللي كيكون عندك ديال هاد الشين هذا، ولا باش كتسالي ملي كيكون عندك نيتريل كتسالي بنيتريل. دونك شنو غادي دير هنا؟ غادي دير شحال عندي من الكربون؟ عندي ربعة. دونك غادي تسمى هو بيوتان، بيوتان وندير تيري ونكتب لانديز ديال اش، لانديز ديال هاد الفونكسيون هادي اللي هي النيتريل اللي شحال جا فيها واحد. دونك بيوتان واحد نيتريل، هذا هو الاسم ديال هاد الفونكسيون هذا في اللينيا، متفقين؟ دابا غادي ندوزو لحالة اخرى. دابا غادي ندوزو لكا دو. ملي كدوي على النيتري ملي كيكون عندك في شين سيكليك، متفقين؟ ها هو ناخدو مثلا هاد المثال هذا، عندي سي تريبل ليزون مع ان، متفقين؟ واخ مزيان. اعطاني الاسم ديال هاد الكومبوزي هذا، شنو غادي يتسمى؟ اول حاجه غادي نديروها هنايا، غناخدو لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي جروب مو فونكسيون، ها هو الجروب مو فونكسيون اللي عندي. من بعد لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي زان ساتوراسيون ما عنديش، لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون. دونك هي هادي. دونك شحال هنا غادي نكون ساليت. من بعد شنو غادي ندير؟ غنجي غنعطي لانديس لو بليبو جروب مون فونكسيون. لاحظ هذا هو الكربون اللي داخل في السيكل ولي مع الفونكسيون، دونك هو اللي كنبدا منو الترقيم. غنعطي هذا واحد، هنا ما عنديش اختيارات. دونك منين بديت؟ جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة وكنحبس. علاش؟ حيت كون كان عندي هنا سيبستيسيون غادي يفرض عليا انني نبدا من سيبستيسيون من هاد الجهة، ولكن في هاد الحالة ما عندي لا جدر لا والو. دونك سوا كملت الترقيم من هنا ولا كملته من هاد الجهة، بجوج مرة صحاح. دابا نحط الاسم ديال هاد المركب هذا. شنو هي الشين برينسيبال اللي عندي هنايا؟ هو هذا. شحال فيه من كربون؟ فيه 6 ديال لي كربون. دونك شنو كيتسمى الحرف الاول ماجيسكي؟ كيتسمى سيكلو هيكسان. كندير تيري، كنكتب النيميغوطاسيون ديال اش، ديال هاد الفونكسيون برينسيبال. شحال جا فيها في هاد الحاله؟ واحد. دونك غادي نكتب هنايا واحد، وباش كتسالي كربونيتريل. دونك غادي نكتب هنايا كربونيتريل، متفقين؟ دونك هذا هو الاسم ديال هاد الكومبوزي ولا ديال النيتريل ملي كيكون في شين سيكليك. ناخدو مثال اخر باش نفهمو كشر. عطاني الاسم ديالها، شنو غادي ندير؟ اول حاجه غادي ناخد الشين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي جروب مون فونكسيونيل، ها هو الجروب مون فونكسيونيل. من بعد لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون، ولي زان ساتوراسيون ما عنديش، دونك غنمشي ديريكت للذرات ديال الكربون هي هاد. دونك هادي هي الشين برينسيبال، هذا غادي يكون جدر وهذا غادي يكون جدر. من بعد لانديس دو بليفا او جروب مون فونكسيونيل، ها هو الجروب مون فونكسيونيل، ها هو الكربون اللي لاصق في السيكل ولي مع الفونكسيون. دونك هذا هو اللي غادي ياخد اصغر حد، دونك هو واحد. من بعد بقى لي خصني نكمل الترقيم. لانديس دو بليبا و ليزون ملتيب ما عنديش، لانديس دو بليبا و دوبل ليزون ما عنديش، لانديس دو بليبا و سيبستيسيون. تبع معايا، دابا هذا كيتعتبر سيبستيسيون وهذا كيتعتبر سيبستيسيون، خاصو ياخد اصغر حد. عندي جوج ديال لي سيبستيسيون، عندي يودو وعندي برومو،
متفقين باش نشوف شكون هو اللي غادي نعطيه اصغر رقم ولا اصغر حد. غادي نقارن ما بين هذا، شنو هو ده اي وده بي، نقارن بيناتهم نشوف شكون اللي سابق في الاوردر الفابيتيك. بي سابقه في الاوردر الفابيتيك، دونك الترقيم غادي يكون من هذه الجهه، يكون هذا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته. دونك هذا غادي يكون خات جوج وهذا غادي يكون خات سته. الا بغيت نحط الاسم ديالهم شنو غادي يكون عندي؟ غنبدا بلي سيبسيتيون هما الاولين، دونك اللي غادي يكون سابق حتى هنايا هو اللي بادي في اللي سابق في الاوردر الفابيتيك بي. دونك غادي يكون عندي هو جوج، حرف دور ماجيسكين بغومو، وندير تيري ونكتب عاوتاني سا يودو، ونحط الشين برانسيبال اللي هي سيكلو هيكسان. سيكلو هيكسان بلا ما نكتب ديك واحد، مادام عندي غا واحد سوا كتبتها ولا مكتبتهاش راه بجوج مصحاح. وغادي نكمل بكربونيتري. علاش درت كربونيتخيل؟ حيت انا كخدام في الشين اللي هي سيكليك، متافقين؟ واخا ناخدو اخر مثال بالنسبه للنيتريل اللي هو ملي كيكون عندي في شين ملي كيكون عندي عباره عن سيبسيتي. هانت تبع عندي هنا سي او دو اش الاسيد، وهنايا عندي النيتريل اللي هو سي. دابا الا بغيت نحدد الاسم ديال هذا المركب، اول حاجه كناخذ لا شين برينسيبال اللي فيها كبار هادي لي جروب مو فونكسيون. ها هو الجروب مو فونكسيون اللي عندي، عندي لاسيد وعندي وعندي النيتريل. لاسيد سابق النيتريل في الكلاسمون، دونك هذا غادي يكون جدر، متفقين؟ وهذا ولا غادي يكون في الشين برينسيبال. من بعد لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي زانساتوراسيون، ما عنديش لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون. دونك هي اتوم دو كاربون. دابا ساليت مناش، ساليت من الشين برينسيبال، غنمشي لي زانديس. لانديس لو بلي با و غروبمون فونكسيونيل، متفقين؟ دونك فين هو الجروبمون فونكسيون؟ هو هذا، هاد الكربون اللي لي معاياش مع الجروبمون فونكسيون وداخل في وسط دي سيكل هو اللي كنبدا منو الترقيم. دونك اجي نحط انا واحد. دابا بقى لي الاختيار، يا اما نمشي من هاد الشي ولا نمشي من هاد الشي. اشنو كتقول القاعده؟ لانديس لو بلي با و ليزون ميتيب، ما عنديش لانديس لو بلي با و دوبل ليزون ما عنديش، ولكن كتقول لي لانديس لو بلي با و سيبستيتيو. هنا عندي واحد الجذر، دونك راه هو اللي عنده الاولويه، هو اللي خاصو يجي فيه اصغر انديس. الا بديت من هنا راه خاطئ، هذا راه خاصو ياخذ اصغر حد. دونك مادام هذا خد واحد، دونك هذا الجذر غادي ياخذ جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. يلا نبدا، أنا عندي أسيد، دونك أول حاجة غادي نبدا بها هي لاسيد. كنكتب أسيد بريفيكس ديال لاسيد، من بعد كنكتب هاد السيبسيتيون هذا اللي غادي يكون هو جوج، باش كندير تيري. بالنسبة للنيتريل ملي كيكون عبارة عن بريفيكس يعني سيبسيتيون كيتسمى سيانو، دونك غادي تكون عندي جوج سيانو. شحال عندي الشين برانسيبال شحال فيها من الكربون؟ ستة، دونك غادي يتسمى سيكلو هيكسان. تمام، لاسيد فين كاين؟ في الشين سيكليك. وملي كيكون لاسيد في الشين سيكليك باش كنسالي كاربوكسيليك، متافقين؟ دونك هذا هو الاسم ديال هذا المركب. هما هادشي اللي كاين بالنسبة للجروب مو فونكسيونيل اللي هو النيتخيل.